احنا صار لنا الحلقات الدبلوماسية والحوار الدبلوماسي صار لنا 20 سنة لم يجدي نفعا ووصلنا إلى حافات الانهيار. أنا سؤالي بعد أن فشلت الدبلوماسية وحب عمك حب خالك، الآن لابد من الذهاب بشكوى قانونية إلى المجتمع الدولي. الحوار ما يجيب نتيجة، ما يجيب نتيجة، ما ينطيك حقك. ما بإمكانك، ما بإمكانك أستاذ نجم. شلون؟ ما بإمكان. أولا على سبيل المثال اتفاقية 75 غير احنا نريدها مثلا، ونريد نشتكي على إيران، وهذاك الوزير السابق قال راح نشتكي على إيران مجلس الأمن وكذا، طبعا كذاب لأنه لا راح اشتكي ولا هو قادر على الشكوى ولا هو هيئ الأوراق الحقيقية للشكوى، لأن الاتفاقية نفسها أكو بها فقرات يسموها يعني conflict resolution، يعني الفقرات اللي حل الإشكالات المشاكل المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية، آلية آلية حل الخلافات مثبتة هناك، وأي طرف الطرفين يجب أن يلجؤون إلى هذه الآليات المثبتة عليها، اللي عليها توقيع وزراء الخارجية البلدين وتوقيع الشاه وتوقيع صدام كان أيضا يعني مثابة رئيس. طيب زين، يقول إذا صار خلاف أولا نسوي كذا، ثانيا نسوي كذا، ثالثا نسوي كذا، رابعا نسوي كذا. إذا ما نحلن بهذني الطرفين يذهبان إلى طرف ثالث اللي هو مثلا محكمة العدل الدولية بطلب من الطرفين. لا يمكن أنت تروح وحدك تجي تهيجي وتقول لي أنا راح أشتكي. شنو تشتكي؟ أول شيء راح يقولوا لك والطرف الآخر قابل له لا، راح يقولوا لك لا ما قابل، يقول يا بروحوا ارجعوا روحوا تفاهموا، هذا أنت غير عندك إمكانيات. يعني هي مو التسويق الإعلامي والكذب على المواطنين من قبل مسؤولين هذا ما ينفع. يعني هذا أنت تقصد تحكيم، هذا حبل الكذب قصير. هاي قصة أن نذهب الطرفين للتحكيم. احنا ما نريد نروح للتحكيم، ما ينفع طبعا. يعني اذا الطرف ما يقبل يجي وين تروح؟ انا اريد مثلا اضمن حقوقي بما يكفله بما يكفله القانون الدولي، مجلس الامن، الامم المتحده، يم اخت بلاس خارت. اي انا اقول لك مجلس الامن، اوكي انا اقول لك مجلس الامن، مجلس الامن مصر اخذت قضيه سد النهضه الى مجلس الامن الدولي، ومصر دوله مؤثره ومجلس الامن يسمع هذا، واستطاعوا عقد جلسة لمجلس الأمن حول هذا الموضوع بكل نفوذها وصداقاتها لآخره. قعدوا مجلس الأمن، اجا قال مصر، قال احنا والنيل وهبة النيل مصر والآخره، ودول يسوون، استمعوا لهم واستمعوا للأثيوبي، بعدين قال لهم هذا مجلس الأمن ما له علاقة بهذا الموضوع، هذا موضوع ثنائي، إذا أنتوا ثنائيا ما تقدرون تحلوه ينحل على مستوى منظمة الوحدة الأفريقية، روحوا مع السلامة. يعني مجلس الأمن هو مو على حكاية الأستاذ الله يطول عمره محمد حاج حمود، أي ما أدري إذا وياك أو ويا زميل آخر، قال هي مو محكمة الكرخ ويروح واحد يشتكي يقولهم تعالوا بالله إيران قطعة المي. زين هو رايح، يعني من يثبت بأن إيران قطعة المي؟ من اللي يودي هاي الخبراء؟ زين خليني أذكرك قبل أن أختم الناس قبل أن أختم القضية. نعم. اللي صارت بتصدير النفط عبر أقليم كردستان، اللجنة الدولية التي أوقفت وفرضت غرامات بقضية لبلد متضرر راح يشتكي، أعطوه حقوقه. هاي تشبه ذيك، هاي تشبه ذيك، هذا كونتراكت، هذا لا لا ما تشبه، لا ما تشبه استاذ نجم، هذا كونتراكت، هذا عقد. زين، واكو اتفاق بانه ما يتصدر، انا ما اعرف كل التفاصيل يعني والوقت ما يسمح لي لهذه التفاصيل، هذه ايضا كانت مطروحه من اني كنت سفير. زين، اكو اخلال بنقطه معينه للعقد وتم تصدير نفط واقعيا، يعني وهناك تسجيلات وهناك تصديرات ومستوردين ومصدرين إلى آخره. طبعاً أنا أشكرك أستاذ حسن، اتخذت بس هذه محكمة عادية وليست محكمة العدل الدولية. أنا أشكرك، وقتي خلاص والله، هذه ليست محكمة. أنا يعني تعرف عندي والله الكثير من المحاور لكن الوقت أدركنا، ما أعرف، الحديث كان ممتع. وزير الموارد المائية السابق الأستاذ حسن الجنابي، شكراً لكم، تقبلوا تحياتي.